السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. بعد ما تكلمنا في حلقتين سابقتين عن طريقة عمل إعادة ضبط مصنع لكاميرا هيكفيجن وطريقة عمل إعادة ضبط مصنع لجهاز NVR هيكفيجن، النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نركب هارد ديسك في جهاز الـ NVR ونعمل له إعادة تهيئة علشان الكاميرا تسجل عليه الفيديوهات. فتعالوا بينا نشوف هنعمل الخطوات دي ازاي. ده الجهاز اللي هنشرح عليه طريقة تركيب الهارد بتاعنا. هنفك المسامير بتاعته، وهنا في الجهاز اللي معانا فيه معانا 6 مسامير، 2 من كل جنب. هنستخدم لفك المسامير دي مفك عادة. هنبدأ بفك المسامير. بعد كده هنسحب الغطاء بتاع الـ NVR لورا عشان يخرج معانا، وده شكل الـ NVR من جوه، كابل باور وكابل ساتا علشان الهارد. ده الهارد اللي احنا هنركبه، هو 1 تيرا. ننتبه كويس جدا ان احنا نقارن الفتحات ديت مع الفتحات اللي في الهارد زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو. تمام كده، انا وزنت او قارنت فتحات الهارد مع فتحات جهاز الـ NVR علشان نربط المسامير بتاعة الهارد ونثبته. بعد كده بنوصل كابل الباور للهارد، وبنوصل كابل الساتا للهارد. كده احنا خلصنا مهمة الهارد، مهمة تركيب الهارد. بنرجع الغطاء بتاع الـ NVR لمكانه تاني، نتأكد بس ان مفيش عائق بيعوقه عن التركيب. وبنعيد
تركيب المسامير الستة اللي احنا فكناهم لمكانهم تاني. وبكده نكون انتهينا من تركيب الهارد في جهاز الـ NVR. بعد كده نيجي لخطوة تهيئة الهارد علشان يتسجل عليه فيديوهات الكاميرا. هندخل على جهاز الـ NVR ونكتب الباسورد بتاعته، ومن القوائم بتاعته هنختار قائمة HDD. هنلاحظ ان هو قاري الهارد 1000 جيجا تقريبا او 1 تيرا. هنعلم عليه وهندوس على زرار INIT او اختصار ل Initialization، ودي رسالة تحذيرية انه كل الداتا هتتمسح. هنقول له اوكي. هنلاحظ في الاستاتيوس انه بيجيب عملية التهيئة وصل لكام في المية. تمام كده احنا نجحنا في عملية تهيئة الهارد بنجاح. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.